حضراتكم مفيش شك ان من 7000 سنة الدولة المصرية دائما سبوت او مركز لاطماع الكثير والكثير من دول العالم. ليه بتقول كده يا اشرف؟ لانه مفيش دولة تم استعمارها في التاريخ كله زي الدولة المصرية. عدد الدول اللي تمت وعندها اطماع في الدولة المصرية من 7000 سنة ويمكن اكتر غير طبيعية. جمهورية مصر العربية تقع في موقع استراتيجي جغرافي هام جدا. السياسيين والمحللين واللي بيشتغلوا في الجغرافيا بيقولك في قلب العالم ما بين الشرق والغرب، موقع استراتيجي هام. ولكن جمهورية مصر العربية في موقع حواليها في المنطقة عدم استقرار وتوتر دائم. اشمعنى المنطقة دي فيها عدم استقرار وتوتر دائم على مر السنوات؟ لو زي ما عرضت لحضراتكم في المقدمة العديد والعديد من التحديات حوالين مصر او المنطقة الشرق ما يطلق عليها الشرق الاوسط. ضيف اللي منورني في الاستوديو الاستاذ ايمن صقر مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط. مساء الخير يا فندم، وحشتنا، بقالنا كتير ما شفناكش. مساء الخير، ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. عندي حق في المقدمة اللي انا قلتها دي؟ بالفعل في حق. هناك دول بتقوم بتصدير المشاكل لاضعاف مصر. انا من وجهة نظري يعني مصر قوية وهتظل قوية. مصر في ظل الازمات خلال السنوات الماضية، مصر قدرت من خلال القيادة الرشيدة داخل مصر، الوزارة مع اكثر من حكومة، مشاريع على اعلى مستوى، علاقات مع جميع الدول، عودة مصر بقوة في المنطقة، سواء وادارتها لعديد من ملفات ادارة على اعلى مستوى. ما يحدث الان في المنطقة سواء في غزة، السودان، ليبيا، مربع مصر داخل هذا المربع، ولكن مصر تعمل بحكمة وحنكة في التعامل مع هذه المسائل، وخاصة ما يحدث في غزة الان. نحن نتحدث عن 330 يوم من سفك الدماء وتدمير بنية تحتية، وعدد شهداء وصل ل 40,000 ومفقودين ومصابين اكثر من 95,000، رقم مهول. مليون ونص او 2 مليون قاعدين او في خيام في مكان صغير، لا بنية تحتية، لا مستشفيات، لا مدارس. يكفي ان الحملة الذي تقوم بها اليونيسيف غدا لتطعيم ضد شلل الاطفال، ان تظهر حالة شلل الاطفال بعد 25 سنة. كان غزة رجعت بقى اي حالات شلل اطفال بسبب طبعا الدخول للمياه على الصرف الصحي على المياه العذبة، كل دوت مشكلة كبيرة جدا. مصر نادت وبتنادي حتى الان بضرورة وقف الحرب في غزة، الجلوس طاولة مفاوضات، والانتهاء من هذه المشاكل تماما. واعتقد ما قامت به مصر منذ 7 اكتوبر العام الماضي وحتى الان يحسب لها في جميع المحافل الدولية. وهناك اتصالات عديدة، وكان اخرها اتصال الرئيس الامريكي برئيس السيسي بخصوص غزة، بدون وتأكيد الرئيس على ضرورة وقف الحرب الابادة داخل غزة. كل هذا يؤكد على الدور المصري اللي فعلا انت بتقوله، مقدمة قوية جدا وجميلة. انا في وجهة نظري لماذا مصر الان وكلام ده، زي ما بقول لحضرتك مصر بيحاول اضعاف مصر، ولكن مصر لن تضعف في ظل هذه الهجمات من الخارج ومن الداخل. مصر تعامل بحكمة شديدة جدا جدا. تمام. والرئيس السيسي بالفعل هذا ذكرني منذ فترة برضو كنت مع حضرتك في 20 يونيو 2020 خصوص ليبيا، عندما تحدث الرئيس بقوة ان سيرت خط احمر. الرئيس السيسي بيظل هادئ تماما في التعامل مع هذه المواقف، ولكن في اوقات معينة لابد ان يكون هناك نبرة اعلى وتحذير نهائي. اعتقد هذا التحذير سيكون قريبا جدا لاسرائيل وحكومة نتنياهو. طيب استاذ ايمن، بعد اذن حضرتك، انا النهاردة قعدت كتبت 8 نقاط. 8 نقاط لما عملت زوم اوت كده وبصيت على المنطقة اللي يطلق عليها الشرق الاوسط اللي احنا موجودين فيها او في قلبها،
هناك العديد والعديد من التحديات والتوتر الغير طبيعي في هذه المنطقة. حضرتك دخلت على أول بند والحرب في غزة وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني اللي زي ما حضرتك وضحت أنه أكثر من 41 ألف قتيل منهم نساء وأطفال، ولكن من ضمن الصراع للأسف الشديد استمرار العناد من إسرائيل على وجودها العسكري على محور فلاديفيا وأيضا السيطرة على معبر رفح الفلسطيني، مع العلم بين قوسين أن معبر فلاديفيا ده مش في الأرض المصرية. تعليق حضرتك. بص، إسرائيل انهزمت يوم 7 أكتوبر، دخولها في حرب مع حماس أو مقاومة هناك قلل منها كتير عسكريا وسياسيا، والمراهنات اصبحت مراهنات على بقاء نتنياهو وعدم بقائه. يعني منذ قليل كان هناك مظاهرات امام منزل نتنياهو مطالبه بقبول الهدنه وللافراج عن الرهائن والمحتجزين وتبادل الاسرى. نحن نتحدث عن عدد ليس بقليل بالنسبه لاسرائيل، لكن الانسان المواطن مهم للشعب الفلسطيني. ولكن إسرائيل تريد أن يكون هناك مشكلة. هناك اتفاقية بين مصر وإسرائيل تبت جنب ديفيد كما يعلم جميع، محور صلاح الدين بدون قطع كلامك، واستمرار الدولة المصرية غير أنها كانت بتحذر من أول يوم من 7 أكتوبر 2023 بأن توسيع الصراع، وأيضا تحذر من أنك أنت كمان مرارا ان مصر لن تسمح بوجود عسكري على حدودها في محور فلاديفيا. بالفعل محور فلاديفيا او محور صلاح الدين هذا محور اساسي، وهناك اتفاق حدود 12 كيلو بين مصر واسرائيل، وهناك معبر رفح الفلسطيني ومعبر المصري، هناك اتفاقيات سلام. مصر تريد تصعيد الامور اكثر من ذلك، مصر تريد الهدنه، مصر تريد عوده الشعب الفلسطيني. عندما يكون هناك باب مفتوح وقتل بهذا العدد الكبير في غزة وفتح باب آخر في الضفة وفي بعض المناطق واستشهاد العديد هناك مستشفيات، عدد المستشفيات هناك 17 مستشفى فقط من عدد المستشفيات، لا توجد كهرباء، لا يوجد وقود، لا توجد أغذية. مصر فتحت معبر من ناحيتها وحتى الآن مساعدات على باب على معبر رفح لدخولها، إسرائيل رافضة، هناك تعنت إسرائيلي واضح. ده بدون قطع كلامك كمان مش في غزة، ده كمان بقى في قصف في الجزء الخاص بالضفة الغربية بقى له 4 أيام بالظبط، هناك قصف بالفعل وهناك شهداء داخل. إسرائيل تريد أن توسع حربها داخل فلسطين أكبر قدر بالنسبة لها استفادة في قتل الفلسطين وقصف المنازل وهدم البنية التحتية. إسرائيل تريد أن تخرج منتصرة من هذه الحرب، ولكن إسرائيل لن تخرج منتصرة من هذه الحرب. إسرائيل بتخسر كل يوم، هناك إدانات ومظاهرات يوميا في عديد من الدول الأوروبية رافضة لما تفعله حكومة نتنياهو وحكومتها ضد الشعب الفلسطيني، مع الكم وعدم اللا آدمية مع التعامل مع الشعب الفلسطيني في الأطفال والنساء وكبار السن وقصف المستشفيات ومنع دخول المساعدات. نحن نتحدث عن دخول فصل الشتاء، مشكلة كبيرة جدا جدا مع نقص كل هذه وخاصة التدفئة، هيبقى هناك وفيات بالألفات. أنا أتمنى أن يكون فعلا ما أعلنه بايدن بخصوص الهدنة والتوافق المصري القطري فيما يتعلق بالمفاوضات بين حماس وبين نتنياهو أن تتم في أقرب وقت، ويتم فعلا إنهاء الحرب وعودة المياه إلى مجريها قبل 7 أكتوبر، مع التأكيد أن مصر تحفظت ما يتعلق بمحور فلاديفيا اللي هو معبر صلاح الدين، ليس هناك تنازل. الجانب الفلسطيني جانب فلسطيني، الجانب المصري هو جانب مصري، أمان للدولة المصرية. مصر لن تتنازل عن حقها في حماية الشعب المصري والشعب الفلسطيني أيضا، وعن حقوقها في التعامل مع إسرائيل. ده في الأول وفي الآخر توتر، ده واحد من التوترات، حالة التوتر في المنطقة. طبعا الأساس اللي للأسف الشديد يعني بتخسر فيه الدولة، يعني أكتر دولة خسرانة في هذه التوترات هي جمهورية مصر العربية. بالفعل
هي اللي بتتأثر بهذه التوترات بشكل مباشر، وخاصة في قناة السويس لما الحوثيين ابتدوا يبقى في صراع ما بين إسرائيل والحوثيين، ففي مشكلة في مجرى قناة السويس. وفعلا في انخفاض في ايرادات قناة السويس بالدولار ومتأثر. يعني نحن نتحدث عن جمهورية جديدة، الجمهورية الجديدة بما تعنيه بكل شيء. لو تحدثنا عن مصر من مشاريع جديدة، طرق، من مدارس جديدة، من مستشفيات، توفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري. كيف يتم كل هذا في ظل الصراعات الموجودة في الشرق الأوسط؟ هناك صراعات كبيرة جدا جدا. نعم. وخاصة لو كان الصراع، لو تحدثنا مثلا على الأزمة الروسية الأوكرانية، نحن تأثرنا بها بس بعيدة، يعني بعد المسافة بيننا، التأثير اقتصادي أكثر منه تأثير أمني. صحيح. ولكن لما نحن نتحدث عن دول الجوار، نحن عندما نتحدث عن فلسطين دول الجوار، تهديد الأمن القومي، السودان تهديد الأمن القومي، ليبيا نفس الشيء. أنا اسمح لي مش هسيب حضرتك النهاردة غير لما نتكلم في كل المشاكل اللي حوالينا. إسرائيل وإيران، وإسرائيل وحزب الله في لبنان، وهذا التوتر الكبير بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس حركة حماس في أرض إيران نفسها. إسرائيل اغتالته هناك، وعلى فكرة هو الاغتيال ده يعني بقاله فترة، يعني اغتالوا عدد من العلماء النووي، واغتالوا عدد من الضباط وقيادات الرئيس. وهذا التوتر ما بين كمان، والتصعيد ما بين حزب الله و إسرائيل، وهذا الكم من الصواريخ والمسيرات على محاولات لتل أبيب، هذا برضو واحد من التوترات في المنطقة. بالفعل. تعليق حضرتك. بالفعل. كما نعلم يعني هناك على في الجنوب بالذات هناك مسيرات، هناك ضرب مدفعية، هناك عمليات طائرات مسيرة إسرائيلية داخل الجنوب، في مناطق في الجنوب، عمليات استهداف للسيارات ومباني، وقتل سواء بقى مواطنين لبنانيين او قيادات من المقاومه داخل لبنان، طبعا يزيد من التوتر. مصر في الموضوع ده في اخر زياره لوزير الخارجيه المصري للبنان كان هناك تاكيد على حفاظ على لبنان، على شعبها، ضد اي تدخل في الشؤون الداخليه الخاصه بلبنان. ما يحدث فتح جبهة جديدة للجانب الإسرائيلي. أنا في حكومة نتنياهو تريد إرضاء الرأي العام الإسرائيلي. هناك حسابات سياسية، هناك حكومة، هناك انتخابات. يعني إسرائيل ما حدث في بداية 7 أكتوبر من وضع غزة، حست إحساسها أن هي كحكومة ضعفت داخل اسرائيل. كل محاولاتها الان تقويه الجانب جانبها من داخل الاسرائيلي من خلال عمليات على الجنوب، انها قادره انها تدخل الجنوب، وكلها منورات. انا شايف منورات، حتى منورات من ناحيه حزب الله كلها منورات، وليس يعني مسيره ضرب استهداف اماكن تمركزات اسرائيليه. الاصابات او القتل عدد قليل جدا، ولكنها منورات خفيفه. إسرائيل لن تجرؤ على دخول حرب جديدة، لن يحدث تموز 2006 مرة أخرى، لن تتدخل. الضرب هيكون كما تعمل إسرائيل الآن بمسيرة. ده بخصوص حزب الله. حزب الله. طب وبخصوص بقى إيران اللي اغتال عندها واحد من حماس، يعني واحد رئيس حركة حماس أساسا يعني على أرضها، وكل دول العالم مستنية ومنتظرة رد إيران. أنا هرد، أنا هرد. وفي الآخر المرشد الإيراني من يومين بيتكلم عن إن تاريخيا المشاكل اللي ما بين الشيعة والسنة ده بتحلله وتقول إيه؟ هناك بص، بالنسبة إيران، يعني إيران هناك علاقات قوية جدا من إيران مع أمريكا ومع فرنسا ومع دول أوروبية. العلاقات لا غير يعني مش مقطوعة، بمعنى إيران في إجراءات بتتخذها كإيران كدولة وكمرشد وحرس ثوري وقبل ذلك، ولكن بيتم بالتنسيق والعرض على المجتمع الدولي. إيران لن تدخل في حرب أيضا مع إسرائيل، وإسرائيل نفس الشيء، لن يكون هناك بين حرب وإيران. كلها اتهامات متبادلة، خطابات
سواء نصر الله او المرشد لتقويه المقاومه، سواء المقاومه حماس او المقاومه اللبنانيه، وان هم قادرين يدخلوا الداخل الاسرائيلي. ولكن كل هذا انا في اعتقاد الكلام لن يكون هناك اكثر من رشقه صواريخ تنطلق من هنا ومن هناك، وفي الاخر الخسران او الخسارة الاكبر هو للشعب الفلسطيني المقيم داخل غزة. طيب. مع احترامي يعني لقياداتهم، لكن المقيم الشعب فعلا المقيم داخل غزة هو فعلا المتضرر الاكبر الاول والاخير بالفعل. طيب اسمح لي، يعني استاذ ايمن، كل المحللين تقريبا السياسيين اللي موجودين في امريكا وفي لبنان وفي اسرائيل وفي مصر وكله يقول لك لا، ايران مش هتخش حرب مع اسرائيل، واسرائيل مش هتخش حرب شامله مع ايران. طب هو ليه امريكا جايبه حامله الطائرات اللي عندنا هنا في المنطقه وغواصه نوويه، يعني منين بنقول ان كلنا مجمعين ان هم مش هيخشوا حرب؟ ومنين اقوى دوله في العالم اقتصاديا وعسكريا مدخلت حامله طائرات وغواصه نوويه؟ يعني منين كده ومنين كده؟ هو ليها اكثر من تفسير. يعني حرب لن تحدث حرب، يعني لان كنا هناك حرب بين الجانبين. امريكا يهمها في المنطقه كلها اسرائيل، تحرك الطائره والكلام ده. نحن ندخل على انتخابات امريكيه كويس، واللوب اليهودي في امريكا لوب مؤثر جدا في طبعًا الانتخابات طبعا. فاي تحرك للحفاظ على اسرائيل او العايشين بتل ابيب او اي مكان لاسرائيل، الحفاظ عليهم اصوات اللوبي اليهودي في امريكا. لذلك تم التحريك الحاملة ان نقف بجانب اسرائيل ضد اي تهديد لدولة اسرائيل، نحن نحافظ على اسرائيل. كله كلام، يعني ما يحدث عبارة عن كلام. ولكن وهم عارفين، امريكا تعي جيدا ان هناك لن يكون هناك حرب بين ايران واسرائيل. لو كان في حرب كان من زمان، حتى قبل دخول غزة والمشاكل، وكان في اكتر من قائد تم اغتياله داخل سواء داخل دمشق ايراني او داخل ايران، ولم يحدث اي شيء. الموضوع موضوع غزة هو اللي مكبر الموضوع شوية بالنسبة للايرانيين، ولكن عمليات الاغتيال تمت داخل ايران، واعتقد ان هناك عمليات اخرى ستنفذها اسرائيل سواء للايرانيين او اي او من المقاومه داخل ايران او خارج ايران. اسرائيل زي ما بقول لحضرتك تسعى لارضاء شعبها، الحكومه تسعى لارضاء الشعب لا اكثر. اي محاوله لاختيار اي مسؤول او قيادي بالنسبه للشعب الاسرائيلي ده انتصار كبير، وليس يعني هو بيحاول يجمل صورته ان هو انتصر في الحرب. هو لم ينتصر في الحرب، هو خسر كتير جدا جدا، ولكن هو بتجميل الصوره، تجميل الصوره بقتل قياده هنا سواء في الجنوب اللبناني، استهداف شخص او استهداف شخص في ايران او في سوريا. غير ذلك ايران لن تدخل في حرب مع اسرائيل، والعكس صحيح. دائما يتكلمون في الساحات السياسيه على انه ايران مش هتفتح هذه الجبهه حاليا عشان هي على وشك تصنيع القنبله النوويه. هل ده فعلا؟ بص، هي عندها الامكانيات تصنيع، يعني عندها ما يساعدها، لكن احنا بنتحدث تصنيع القنبله النوويه، احنا بنتحدث اكثر من 25 سنه 30 سنه عن القنبله النوويه. ولجنه من الطاقه تروح ايران وتقدم تقرير، ايران تزعل تلغي التقرير، اللجنه تمشي، الامم المتحده تطلع بيان، اللجنه تطلع بيان، ايران تعترض. نحن على هذا المنوال منذ سنوات عديده، وهذا المنوال سيستمر لسنوات عديده. اين القنبله النوويه؟ هذه المشكله، فين القنبله النوويه دلوقتي؟ انت عندك امكانيات، ولكن هذه الامكانيات بالفعل هتساعدك انك تصنعي؟ يعني بيقول بيعمل حاجه انا بعملها، لكن الحديث الكثير فعلا موضوع القنبله ده من زمان، يعني من 79 حتى الشباب الايراني منذ الخميني وصول الخميني والثوره الايرانيه تشبع بهذا الكلام. هو مع النظام الايراني عدد كبير، مع خاصه فتره من 79 حتى الان، ومقتنعين تماما ان في قنبله نوويه، ومقتنعين ان عندهم تخصيب يورانيوم، وعندهم يقدروا يهاجموا اسرائيل ويهاجموا اي دوله تقف قدام ايران. لكن ماشي، مجرد كلام، ايه الفعل بقى؟
الاتفاقات الدولية والعلاقات الدولية، إيران ليست منعزلة عن نفسها تماما، إنما منفتحة على جميع الدول العربية والخليجية وعلى جميع الدول الأوروبية وعلى أمريكا. إيران ليست في معزل لوحدها، لديها إمكانيات، لديها نفط، لديها تعاون مع روسيا، مع الصين، تعاون مع كل الدول. كل دولة يهمها مصلحة نفسها ويدمها نفسها شعبها. إيران هتخسر كتير لو دخلت في أي مواجهة مع أي دولة، أهمها الأكبر الحفاظ على الشعب، الحفاظ على النظام طبعا، النظام الإيراني. هذا المجهود، لأن لو دخول أي حرب هيهدد النظام الإيراني، وتهديد النظام الإيراني مش في مصلحة القائمين على النظام في ذلك الوقت. صحيح، عندك حق. طيب، ما زلنا بنحوم حوالين المنطقة ونضع سبوت على منطقة فيها توترات، وأنا زي ما بقول من أول الحلقة مفيش منطقة في الكرة الأرضية فيها هذا الكم من التوترات والصراع. نصل إلى الحرب في السودان وحرب غزة وقتل الحرب الإبادة، أخذت الإعلام بشكل قوي جدا من الحرب اللي دايرة ما بين الجيش السوداني والدعم السريع السوداني وتدمير وقتل كل ما هو سوداني في الدولة السودانية. أخرها في تحالف متحدون يضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة المعنية والتنمية في أفريقيا، إيغاد والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والسعودية ومصر وسويسرا. هذا الاتحاد ده آخر ما آخر التطورات، يعني هدفها الأول والآخر إن إحنا يحصل سلام في السودان. وهناك أهداف أخرى، لكن يعني الهدف هو وقف القتال في السودان لأنه مش أقل من اللي بيحصل في غزة. بالفعل، يعني ما يحدث السودان يعني مصيبة بكل المقاييس. يعني يكفي ما يحدث الآن في المنطقة الشمالية بالفيضانات والآلاف اللي تشردوا للأسف الشديد، عدد كبير من القتلى بسبب الفيضانات. مفيش ما عندهمش الامكانيات اللي النهارده اربع سدود انهاروا بسبب الفيضانات، يعني مأساة حقيقية. ضيف على كده الحرب الدائرة بين المجلس وبين قوات الدعم، رافضين الجلوس مع بعض. نحن نتحدث، يقول لك اتفاق جد، احنا موافقين على اتفاق جد، بعد كده يقول لك هروح جنيف، يقعد مع الجانب الامريكي يقول لك لا احنا مش رايحين جنيف، وبعد كده التحالف اللي حصل اليوم هيبقى برضو في مشاكل. كل جهة تريد السيطرة او يكون لها التحكم في الكل السوداني. انا مع كده، انا مع يعني مصر في اكثر مرة قالت انا ما بتدخلش في شؤون الدول، والسودان ليهم الحق في كل ما يعملوه سواء من هنا او من هنا، ولكن كما نعلم ان السودان هناك من القبائل برضو، المجموعة القبائل اللي هي اللي بتتحكم في الموقف السوداني، في مجموعة مع المجلس السيادي المعترف به من عدد كبير من الدول، ومجموعة مع قوات الدعم. هناك من يدعم قوات الدعم، هناك من يدعم المجلس، ولكن في الاخر الخسارة للشعب السوداني. صحيح، هو اللي بيدفع الثمن، هو بيدفع الثمن زي بالظبط فتح وحماس، فتح وحماس، زي ما الجيش السوداني والدعم السريع، وايضا الشرق والغرب في ليبيا. الشرق والغرب في ليبيا، ربنا يحفظ بلدنا يا استاذ ايمن. بص، يعني لما تيجي زي ما انت قلت كلمه ربنا يحفظ بلدنا، لما انت بتتكلم بقى في كل الكلام ده، والكلام ده ايه قريب منك جدا جدا، ده على الحدود، ومصر في هذا الوقت، في 2024 قبل نهايته بشهرين ثلاثه، في هذا الوضع انا اللي شايفه الممتاز، رغم الظروف الاقتصادية اللي قد اتأثر بها البعض، ولكن يكفي انك قاعد في بيتك مطمئن نايم، عارف بكرة هتعمل ايه ومش خايف من حاجة. صحيح. دي كفاية. يعني هو يعني حتى القارئ العادي او اللي هو الشعب اللي هو بيقولك ايه انا ومصاريف وتكلفة، لكن انت ما احسبها وشوف اللي حواليك، لو فتحت التلفزيونات وشفت ما يحدث في الدول اللي حواليك وتقول الحمد لله ان احنا كده، وفعلا فعلا في قياده قادره تحافظ على البلد اللي احنا فيها بالشكل دوت في الوضع اللي احنا فيه. نعم. نقول الحمد لله.
التوترات في ليبيا وعدم الاستقرار. ما زلنا حضراتكم بنتفرج على المنطقة ما يطلق عليها الشرق الأوسط، كم التهديدات والتوتر الغير طبيعي حوالين جمهورية مصر العربية، التوترات في ليبيا وعدم الاستقرار، اشتعال التوتر والخوف من اشتعال الحرب من جديد، زي يعني الحمد لله قلنا في هدوء ما بين ليبيا الشرق وبين ليبيا الغرب بعد أن أعلنت حكومة الشرق في بنغازي أنها أوقفت إنتاج النفط وتصديرها إلى غايته إشعار آخر، ذلك احتجاجا على قيام سلطة طرابلس غرب ليبيا، ها غرب البلاد يعني، بالسيطرة على مقر المصرف الليبي المركزي وإعفاء محافظه. رجعت تاني التوترات تاني في ليبيا ما بين الشرق والغرب. بس التطورات هتبقى موجودة، مش هتسكت أبدا لسبب، لازم يحصل انتخابات ويتم فيها الانتخابات ويتم اختيار رئيس دولة. كل ده مش هيتم إلا بحل المشاكل ما بين بنغازي وطرابلس. ومصر بذلت مجهود كبير جدا في السنوات الماضية ما بين الشرق والغرب عشان يعملوا حاول التقرب، وكان في خلال الأسبوعين الماضيين كان في لقاءات وزيارات من الجانبين، وقابلوا رئيس الوزراء للاتفاق أو يتواصلوا. مصر زي ما قلت حضرتك لا تتدخل في الشؤون، ولكن بتتدخل إمتى؟ عندما يطلب منها المساعدة. المساعدة نحن نحل مشكلة، ولكن لابد الجلوس بين الشرق والغرب، يكون هناك اجتماعات وتأكيد وتوحيد، حكومة واحدة للدولة، رئيس للدولة، برلمان للدولة، كل هذا جيش واحد للدولة بقائد واحد للدولة، هو ده حل المشكلة. المشاكل كبيرة جدا جدا، انت لو حليت موضوع البرلمان هتلاقي موضوع الجيش، انا القائد، لا ده انا القائد، حليت مشكلة الحكومة، لا انا رئيس الوزراء، لا انا هبقى وزير. هناك مشكلة قبلية برضو، هناك مشكلة للأسف موجودة، ولكن مصر تسعى وتحاول بكل جهدها ان تحل هذه المشكلة، وتشوف هناك اطراف كثيرة في الموضوع، الامم المتحدة وامريكا، اكثر من دولة، وطبعا دول عربية لحل المشكلة. واتمنى ان يعني هي مش هتحل قريبا، لكن اتمنى فعلا ان يجلسوا على طاولة المفاوضات ويوصلوا الحل للخروج بليبيا من المستنقع الذي موجودة فيه الان. بص حضرتك الكام دقيقة اللي احنا قاعدين مع بعض فيها دي، شوف احنا قلنا قد ايه التوتر في المناطق والدول اللي حوالينا، ها، وشوف قد ايه مصر بتبذل مجهود كبير جدا في كل الدول اللي فيها توترات عشان تستقر. ايضا العراق، ايضا سوريا، ايضا اليمن، كل توتر غير عادي يعني. العراق نفس سوريا تقسيمها، جزء ايران، جزء الصين، جزء روسيا، جزء امريكا، جزء تركيا، مشكله كبيره جدا. سوريا عباره عن يعني النظام واهالي سوريا في دمشق فقط لا غير. نحن نتحدث عن كام محافظه سوريه، سوريا لا تعلم عنها شيء، اتصال هنا واتصال هنا وعمليات، وده بيتدخل والكلام ده طبعا مشكله. ارجع اقول احنا في مصر الحمد لله، يعني انت برضو احنا نشوف، انت تقيس حجم المشاكل في الدول دي بعدد المقيمين عندنا في مصر من الدول العربيه. يعني اي يعني السودانيين مثلا اول دوله جوها هي، وحتى الان على فكره هم مصر الافضل ليهم، الاقرب ليهم، يعني الدول دول اللي عيشه ليهم داخل مصر هي الاقرب. يعني بنتكلم على حدود، يعني الفلسطيني بيحب مصر، يعيش في مصر، حاسس ان هو واحد منهم. السودان نفس الحكايه، الليبي، مصر فاتحه بابها لكل العرب بدون استثناء. الحمد لله العراق اهو في الامور ان هي تتحل مع وجود الرئيس العراقي والحكومه اللي موجوده والبرلمان، بيحلوا المشاكل بيوصلوا ان شاء الله العراق تبقى على خطوه، وكل المشاكل الخاصه هي شويه طبعا ما يتعلق برضو بالقوات الباقيه من الدواعش اللي بيحاربوها العراقيين، بيخلص يعني ايه فعلا بداوا يتقدموا. اليمن طبعا اتمنى ان يكون هناك اتفاق كما ذكر من فتره بين الحوثيين وبين الحكومه اليمنيه، ويكونوا قاعدين يقعدوا فعلا مفاوضات. الشعب اليمني من اطيب الشعوب، يعني انا تعاملت معاهم، شعب طيب جدا. خساره اللي بتعمل فيه، انا حرام اللي بتعمل فيه بصراحه، يعني اتمنى ان هم يقعدوا ويحلوا عشان الشعب. يعني احنا بنتكلم، نحن نتحدث مش فتره 24 ولا قبل، بنتحدث عن جيل كامل.
الجيل اللي هو طالع دلوقتي بعد 10 سنين هيعمل ايه؟ هيبقى عبارة عن دولة مدمرة تماما، مفيش بنية تحتية، مفيش مدارس، مفيش صحة، مفيش تعليم، مفيش مؤسسات، هيتعامل مع مين؟ يبقى انت بتخسر اهلك او ابنائك اللي هم في الدولة، بتخسرهم، بيخرجوا بره البلد، بعد كده البلد تبدا ما فيهاش حد فيها خالص. فاتمنى ننتهي من موضوع اليمن وسوريا والعراق ان شاء الله. وده من بعد 30/6/2013، 30/6/2013 ثوره 30/6، ومن بعد ما تولى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه في 2014، وهذه الجمله دائما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يقولها: الحفاظ على مؤسسات الدوله، الحفاظ انها تكون دوله واحده. يا اخوانا المخطط الخاص بتقسيم الدول، المخطط الخاص بانهيار وسقوط الدول، شفناه وعمالين نشوفه وما زلنا بنشوفه وبنشوفه دلوقتي حضرتك في الصومال، في انك انت اثيوبيا بتحاول ان هي تدفع لانك انت يبقى عندك قاعدة بحرية، الصومال لاند اللي هي الارض الصومالية، وان هي تبقى بتعترف بانشقاق الصومال لحتتين. وهذا المخطط اللي موجود في كل حتة بينفذ حاليا في الصومال، ووقوف مصر بجانب الصومال لوحدتها وتقوية اقتصادها. النهاردة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس وزراء الصومال في جمهورية مصر العربية، وكثير والكثير من التعاون المشترك في جميع المجالات حضرتك. فما زال المخطط مستمر في تقسيم الدول بأشكال مختلفة. بالفعل يعني الصومال دولة عربية. وتاني حاجة زي ما قلت حضرتك، الرئيس قالها أكثر مرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحن نتدخل في شؤون الدول، ولكن في حال طلب المساعدة احنا جاهزين. لما الرئيس الصومالي يجي وقع اتفاق دفاع مشترك مع مصر، ده ثقة منه في مصر وانها الدولة الوحيدة القادرة الوقوف مع الصومال لامكانياتها وتاريخها وحاجات كتيرة جدا. يعني هل يعقل ان دولة زي اثيوبيا تيجي تاخد 20 كيلو من اقليم الصومال عشان تعمل ميناء، تعمل ميناء بحري وتقول صومال لاند وانا اعترفت بيكي في اي عرف يعني، وتيجوا بعد كده لك انا لا ما بحبش حد يدخل في الشؤون؟ لا، مش تدخل، نحن نقدم المساعده لطلب منا بقدر المساعده، وهذه المساعده نحن نحافظ على الصومال. الصومال عانت الكثير والكثير والكثير للاسف في التاريخ. يعني من دولة كانت ممكن باقتصادها واراضيها وزراعتها وامكانياتها الغذائية تبقى من دول كبيرة، ولكن الحروب الداخلية قضت عليها تماما. الارهاب، وحتى الان الارهاب، يعني العمليات الشباب اللي في الارهابيين الجماعة الارهابية في الصومال، حتى الان الصومال بتعاني كثيرا. اجي بعد كده دولة تدخل داخل دولتي وتعلن اعترافها ب20 كيلو عشان ميناء بحري عشان تحافظ على امنها ومش امنها، لا، لما يطلب مني لا، احنا تحت امركم، نحن في ظهر جميع الدول العربية. مصر ساعدت جميع الدول العربية من زمن الزمن، حتى كانت 7000 سنة مصر ساعدت جميع الدول العربية. صحيح، ولا احد ينكر هذا تماما. صحيح، مصر ساعدت. النهارده رئيس وزراء الصومال حضرتك كان بيشيد بالعلاقات المصرية من ايام الفراعنة، من ايام الفراعنة. يعني واحد بيتكلم الفراعنة. وتاني حاجة، هم الشعوب شايفين الحكومات المصرية او القيادة المصرية والشعب المصري قد ايه بيحب الدول دي، قد ايه بيحب، وهو شافهم وفي جالية صومالية على فكرة هنا كتير وبيتعاملوا كويس جدا وعايشين اكنهم مصري بالظبط، مفيش اي فرق، واكيد بيوصلهم للكلام ده وبيتعاونوا مع السفاره بتاعتهم. وازاي مفيش صومالي داخل ارض مصر تان او حصل اي حاجه، بل بيتعلموا نفس المصري بالظبط، اكلهم وسكنهم والكلام ده. مصر مع جميع الدول العربيه، مصر مع الحق في الاخر. مصر نحن نحافظ على حقوقنا كامله، لا نريد لا احد ان يتدخل في شؤوننا الداخليه، نحن لا نتدخل في شؤون، ولكن عندما تريد اي دوله المساعده، مصر تمد يد العون لجميع الدول العربيه، ولكن في حدود الاحترام
المتبادل وبين المعاهدات الدولية بين الدول. أيوة، في ظل القوانين الدولية والاتفاقات الدولية والتوقيعات على الاتفاقيات بشكل عام، في ظل قانوني وليس خارج القانون. خارج القانون. أنا لا أفرض نفسي عليك، حضرتك بتطلب مني حاجة أنا معاك، هناك قوانين واتفاقات دولية بيتم تطبيقها والرجوع ليها، ما حدش يقدر يتكلم. أنا ما فرضتش نفسي على الصومال ورحت، لا، هم طلبوا مساعدتنا، احنا موجودين حاضرين، وفي اتفاقات دولية وفي اتفاقات بيننا، اتفاق مشترك تم توقيع هذه الاتفاقية، من وفق الاتفاقية من حقنا ان احنا نساعد الصومال ونحافظ على أمنها وعلى استقرارها، وخاصة بعد إذن حضرتك بدون قطع كلامك انه احنا هذه المنطقة الاثيوبيا بتحاول تجزأ الصومال الى منطقتين، هذه المنطقة تطل على باب المندب. أيوه. باب المندب ده اللي هو مدخل حضراتكم للسفن التجارية والبترولية والحربية لقناة السويس. بس هي يبقى اثيوبيا هي ليها اطماع بقى. اثيوبيا ليها اطماع في المنطقة. وليها حاجة عايز تعملها، موضوع معين تأثر بيه على المنطقة عموما، تأثر بيها طبعا. مين اللي هيسمح بكده؟ الدولة اذا كان الدولة الاساسية الصومال رافضة هذا الكلام، نعم، برضو مصممة تعملها، لا خلاص. ألجأ لمين؟ الصومال كانت ممكن لجأت لأي دولة اخرى، ولكن رأت ان ما هي الدولة الام، الدولة الكبرى هي الدولة المصرية، هي اللي في ايديها الحل. نعم. صدقني والله مصر في ايديها حلول كثيرة جدا جدا. نعم. الرجوع لمصر في العديد من الملفات في ايديها، والدخول لحل الملفات وليس لإثارة المشاكل. صحيح. مصر قادرة على حل جميع الملفات العالقة داخل المنطقة. طول الوقت ينادي فخامة الرئيس التعاون، البناء المشترك، نساعد بعض، نحاول نبقى فيه تبادل تجاري، يبقى فيه تعاون استثماري، يبقى فيه بناء للسلام ما بيننا وبين بعض عشان مصالح الدول العربية ومصالح الدول بشكل عام. بس أنا بحافظ عليك، أنت حافظ عليا، انا بقدم لك كل اللي انت عايزه، بقدم لك الدعم في كل اللي انت عايزه، اللي انت طلبته، لا تتدخل في شؤوني، حافظ على العلاقات اللي بيننا وفق قوانين واعراف دولية، هقدم لك كل حاجة، هديك كل حاجة بل اكتر من اللي انت عايزه، لكن لا تتدخل، ما تحاولش تصير نوع من القلق وتصير نوع من الازمات زي اللي حصل في غزة، وتهددني وتيجي تقول لي لا انا هاخد الحتة دي واقعد فيها، لا، ده في اتفاق دولي والكلام ده، مش هتقعد في الحتة دي. زي ما بقول واعتقد يعني زي ما قلت سيرت قبل كده، هيكون برضو محور صلاح الدين فيلادلفيا هو خط احمر. مصر هناك اتفاقيات دولية واتفاقيات العالم يعلمها تماما، ما نسمح باي تدخل داخلها او التعرض للمحور صلاح الدين او فيلادلفيا كما يقال، او معبر رفح فلسطين او مصر. استاذ ايمن صقر، مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، انا اسف ان انا تعبتك معايا النهارده. لا. بس انا متهيالي ان احنا ما سبناش اي حاله توتر في المنطقه اللي بيطلق عليها الشرق الاوسط يعني، الا لما كلمنا فيها، صح ولا انا ولا لا في حاجه ناقصاني؟ لا 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 لو في حاجه ناقصاني لا 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 كفايه كده الحمد لله. شكرا لحضرتك يا فندم. الله يخليك، شكرا، نورتنا وشرفتنا. الله يخليك. ده كان يومنا النهارده في صفحه جديده، وبكره نفتح صفحات جديده في مستقبل بلدنا مصر. تصبحوا على خير. Thank you.